لسه لغاية النهاردة بيكلموا عن انتصار حماس وعن انتصار المقاومة <applause> يا مسألة وعن هزيمة إسرائيل يعني هذه هذه الدرجة من العمى يا جماعة إذا ال... كانت إحنا بقى لنا 75 سنة في القصة المهببة دي إيه القصة المهببة دي إن إحنا بننهزم ونوع على نفسنا بننتصر إن إحنا ماشيين في نفس الطريق الخاطئ ونوع عليه صواب ان احنا بننكر الحقيقة ان احنا عايشين جوا وهم ان احنا عندنا استمراء لفكرة الضحية هتقولي وانت بتلوم الضحية الشعب الفلسطيني والفلسطينيين ضحية بتلوم الضحية اقولك اه حضرتك انا بلوم الضحية